وانت سكت لهم يا مختار؟ ما سفختهمش كل واحد جوزين اقلام على وشه فهو يا مختار. اسفخ مين يا ابني؟ انت مجنون؟ انا يجي لي قلب ولا عقل امد ايدي على عيالي؟ ده اخره التربيه الايجابيه وان انت كورنر. الله يرحمك يا باباه. كان عليه ضربه حزام ولا كرباج الكفاره ايام الجاهليه. ما تاخذنيش يا حوده مع النتيجه برضو. مالها النتيجه اهي؟ زي الفل اهي. في حاضر يا ماما ونعم يا ماما. بس انت غلطان انك توترتهم يا مختار. الاب هيفضل اب ولا يمكن حد يخلعهم من مكانه. انت ساذج. انت فاكرهم طمعانين في مكاني؟ عندهم طلبات عايزين يحققوها. يوم حققوا بالدراع؟ ده كل اللي هم عارفينه عن الاب؟ ما يعرفوش قد ايه الاب بيتعب وبيدفع الكوته عشان خاطر عياله؟ معلش ما يدركوش. يدركهم. لسه صغير. يكبرهم. لما يخلف. يخلفوا يا مختار هم معايا. يا حوده ما تقفرش اهدى. قوم معايا بس يا مختار. قوم فين؟ عندنا شغل. البيت اهم من الشغل دلوقتي يا مختار. قوم بدل ما تكبر في دماغ العيال ديت ويجيبوا عليها وطيه. لا لا ان شاء الله. اسمع مني يا مختار، دايما بتبتري بهزار. طب ايه هتقف في ظهري؟ عيب عليك. اعتمد؟ عيب عليك. رجوله؟